ازيك يا بابا؟ عامل ايه؟ والله العظيم يا بابا انا اسف. خلاص انا احكي لك اللي انت عايز تعرفه بالظبط. شريف صاحبي هو اللي وزني عشان اسرق الفلوس من البنطلون بتاعك، وهو برضه اللي اقنعني اسرق العربيه عشان تظبط بيها بنات. بس والله العظيم، والله العظيم غصب عني سواق التاكسي هو اللي حمار، هو اللي دخل فينا من ورا وكسر لي الاكسدام ووقعه لي على الارض. حتى النقط اللي جوه على السر دي مش اللي انت بتفكر فيه خالص يا بابا. انا بدهن كريمات عشان اكلها استعبني. حتى ده مش ويسكي، ده عصير تفاح. خلاص يا بابا انا اسف، عمري هعمل كده تاني. بس بلاش ضرب والنبي يا بابا، بلاش ضرب والنبي. ضرب ايه يا ابني؟ انا كنت رايح اتوضى. خلاص يا بابا والنبي يا بابا. لا يا بابا.